السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام السويدي. قصة اليوم يا الله شديد. Emily wants to play. وصل رجل البيتزا وقفل الباب بنفسه. ترى إيميلي طلبت عن طريق الأونلاين. دخل رجل البيتزا ولم يجد أحدا، وجد على رسومات وأشرطته يومية للأم تتكلم عن حالة ابنتها التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية وسلوكيات عدوانية. بعد انتقال عائلة الأب هيربت ويثر والأم ماجي والفتاة إيميلي إلى منزل جديد الذي يقع عند شارع 905. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. I don't know. Emily hurt a girl in school today. She's not allowed to go back. This is the third school she has been to. We're going to keep her home now. No one will help us. No one can help us. This house had a basement in it. We made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one can ever find it. تم تغيير 3 مدارس بسبب سلوكيات إيميلي تجاه الطالبات، مما أجبرت تابي ترك المدرسة. إيميلي لم تعد تتكلم مع أحد، أصبحت انطوائية، أكثر عدوانية، اضطرابات نفسية. أحضرت الأم طبيب ولكن لم يجد نفعا. تفاقمت حالة إيميلي، لم تعد تنصت إليهما وأصبحت غريبة الأطوار. قرر الوالدان حبسها في القبو إلى أن يجدوا لها العلاج. وجدت إيميلي على 3 جمعة وأن حالتها بدأت بالتحسن. أصبحت لديها 3 أصدقاء وهم كيكي وشستر وتيترز. بعدها لاحظت الأم بأن الدمى كانت تتحرك من مكانها وأرادت أن تأخذ من إيميلي، ولكنها رفضت. في أحد الأيام أرسلت الأم الطعام ووجدت إيميلي مرقاة على الأرض بلا حركة. لم يتصلوا بالشرطة ويخبروا أحدا لأنهم قد يتورطوا سبب موتها. أسرع الوالدان لكي يغادروا المكان. هذا كان آخر شريط التسجيل. الأم يرجع للعبة. تفقد رجل بيتزا المنزل وعند منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي من هاي اللي في الحجرة؟ افتح. Pick up Emily to Emily's mates. شو خلاك تطلعيني؟ افتح الثلاجة ما اقدر. اعوذ بالله، طلعت لي. وينه؟ هذه نوكي راح نزلت تحت، وبعدين يلعن. ها بعد شكله يقوم اكثر. شو اللعبه؟ يلعن، ما توقعت. يخرب بيتك، قلت ابي تختفي. هالحركات مو بعلي ترى. هجي ايوه يا حبيبي. يا الهي. لا 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 تطلعون في نفس الوقت، ما يستوي، ما يصير، ما يصير، ما يصير. 5 مرات طلعت لي، خرب بيتكم. يا الله والله طفرت. اين انت يا إيميلي؟ إيميلي، إيميلي، اوكي ما ادري ستة الحين وكم كم يا جماعة الخير. كيكي أرجوك، كيكي أرجوك، كيكي لا، كيكي، كيكي، كيكي. الله الله، خلصت اللعبة، مو مصدق. يا الله يا الله، مخلصت اللعبة، مو مصدق. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. Get out now! Get out now! بسرعة! Get out now! اطلع 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 بسرعة! اطلع بسرعة! بسرعة 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 بسرعة. اوكي اوكي اوكي، اطلع 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 من البيت، اطلع من البيت، اطلع من البيت، اطلع من البيت، اطلع من البيت. ما مصدق، ما مصدق، بعد كم بث؟ اطول بث. يا
عاش رجل بيتزا وقاتل عصير من منتصف الليل إلى الصباح، وبعد خروجه إلى بيت مركز الشرطة وبلغهم بالحادثة وعند وصولهم إلى المكان لم يجدوا أي دلائل أو تغييرات أو وجود قوة خارقة، وبأن الدمى كانت تطارد رجل البيتزا. ذكر التقرير بوجود حادثة أخرى قبل شهر بمقتل والدين في ظروف غامضة، الأب هيربت ويثر والأم ماجي. أرسلت الشرطة رجل البيتزا إلى المصح وأخذت الدمى إلى قسم المفقودات. هذه كانت نهاية الجزء الأول، وإن شاء الله ألتقيكم في الجزء. عن إذنكم الأوردر وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إمري لا تحاتين، ما خبرت حد ولا حد يدري بأنك تلتيهم، ولا عرضت عليهم الرسومات بأنك ملموسة وأن البيت مسكون. أدري إن في روح شريرة تتحكم فيكم، ما عليك سرك في بير، أهم شيء الطلبية وصلت. عزمنكم على بيتزا.